اكتشافات أثرية جديدة تعود إلى العصر الروماني القديم، كشف عنها علماء أثار في إيطاليا، حيث عثر علماء الأثار على مئات العملات الذهبية من العصر الإمبراطوري الروماني في جرة حجرية كانت قد وجدت في قبو أحد المسارح في مدينة كومو شمال إيطاليا. لا نعلم حتى الآن أي تفاصيل حول الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الاكتشاف. هذه المنطقة تثبت أنها بمثابة كنز حقيقي لآثار حضارتنا، وهذا اكتشاف يجعلني أشعر بالفخر. ووفقا لوزارة التراث الثقافي والأنشطة، اكتشفت هذه العملات الأسبوع الماضي ونقلت إلى مختبر ميباك للترميم في ميلانو. ورغم أن الوزارة لم تقدر قيمتها، إلا أن تقارير بثتها وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنها قد تساوي ملايين الدولارات. يذكر أن المسرح التاريخي افتتح في عام 1807، أي قبل تحويله إلى سينما، ومن ثم إغلاقه في العام 1997. ويعد هذا الاكتشاف واحدا فقط من بين العديد من الاكتشافات للعملات المعدنية الرومانية في السنوات الأخيرة. ويعود تاريخ العملة إلى الفترة بين العامين 56 و57 الميلاديين، إذ تحمل وجه الإمبراطور الروماني نيرو الذي اشتهر بعزفه على آلة الكمان أثناء احتراق روما القديمة.